دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صلاح دول حركة عدم الانحياز إلى ما أسماه مواصلة دعم مواقف جبهة البوليساريو من نزاع الصحراء في الظروف الراهنة التي وإن شهدت حسبه عودة طرفي النزاع إلى طاولة الحوار، إلا أنها عرفت تعثرا باستقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. كما طالب الرئيس الجزائري المؤقت خلال كلمته بأشغال قمة دول منظمة حركة عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو الأمين العام للأمم المتحدة للتعجيل ببعث الديناميكية الجديدة التي أرساها لحل هذا النزاع. ويأتي هذا الموقف في وقت لا زالت الساحة السياسية الجزائرية تعيش على وقع التصريحات المدوية والغير المسبوقة التي أدلى بها الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطنية عمار ساداني، والتي اعتبر فيها أن الصحراء كانت تاريخيا جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي وأنها اقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجزائر والمغرب هي أكبر من موضوع الصحراء، معتبرا أن الظرف مناسب لإعادة إحياء المغرب العربي، كما طالبت بذلك قدماء جبهة التحرير وأيضا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب الجزائر تونس وشمال إفريقيا. وهي التصريحات التي طرحت تساؤلات بخصوص ما إذا كانت تعبيرا عن قناعات شخصية أم أنها مرتبطة بتغير في الموقف الرسمي الجزائري من نزاع الصحراء، وذلك في سياق التغيرات الكبيرة التي تعرفها الجزائر، خاصة وأن الرجل ظل لسنوات زعيم للحزب الحاكم وأحد المقربين من الممسكين بدواليب السلطة بالبلاد. أماط وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح اللثام عن مشروع للربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا والسنغال، مشيرا إلى أن كل الأطراف مهتمة بهذا المشروع لأن فيه فائدة كبيرة جدا. عزيز الرباح كشف على هامش مشاركة ضمن الوفد المغربي المشارك بقمة روسيا إفريقيا المنعقدة بمنتجع سوتش الروسية أن هناك مفاوضات لإطلاق هذا المشروع في القريب العاجل، داعيا إلى الإسراع في ذلك حتى يكون الجميع رابحا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأطراف كلها مهتمة بهذا الربط وفيه فائدة كبيرة جدا، خاصة في ظل التحول الكبير الذي تعرفه موريتانيا والسنغال والمرتبط بإنتاج الغاز في البلدين، معربا عن اعتقاده أن ذلك سيوجه التعاون الطاقي بين المغرب وهذه الدول، كما سيمكن هذه الدول من أن يكون لديها إنتاج كهربائي. وحول علاقات المغرب الاقتصادية مع الدول الإفريقية، أكد عزيز الرباح أن المغرب ومنذ عودته بقوة إلى الاتحاد الإفريقي عمل على المساهمة في مؤسسات الاتحاد وفي التطور الإفريقي وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة في مجال الطاقة، لافتا إلى أن المغرب هو ثاني دولة إفريقية تستثمر في إفريقيا، حيث تستثمر المملكة في أكثر من 22 دولة إفريقية في المجال المالي وفي مجال البنوك والتأمينات والبنى التحتية وفي المجال الفلاحي والبناء وفي المجال اللوجستي ومجال الاتصالات والطاقة والمعادن. وأضاف وزير الطاقة والمعادن بأن المغرب حاضر في أكثر من 22 دولة، مؤشرا إلى بعض الشراكات التي وقعتها المملكة مع إثيوبيا وكينيا ونيجيريا في مجال المعادن والفوسفات والأسمدة والطاقة والطاقات المتجددة، مؤكدا أن المملكة مهتمة بتعزيز هذه الشراكة الإفريقية لأنها تحتاج لهذه الشراكة، نظرا لأن السوق الإفريقي هو سوق واعد وهناك مؤشرات تدل على أن إفريقيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي في المستقبل وأصبحت قبلة والجميع مهتم بها، والدليل هذا المنتدى وهذه القمة الروسية الإفريقية وقبلها قمة صينية إفريقية وقبلها قمة يابانية إفريقية وقبلها قمم أخرى، الكل يتحول نحو إفريقيا وسيكون لها مساهمات في هذا التحول الإفريقي من خلال منطق رابح رابح ومن خلال الاستثمار والتبادل التجاري العادل والتعاون على مستوى الخبرات بين المغرب وإفريقيا ومن خلال خلق رابط بين الشركات المغربية والإفريقية، كل هذا يأتي لصالح الاقتصاد المغربي والاقتصاد الإفريقي.
وأكد وزير الطاقة والمعادن إن الهدف الأكبر من المشاركة في قمة روسيا إفريقيا هو أن يصبح المغرب محطة لوجستية للطاقة الروسية لكي تتوجه إلى الأسواق القريبة وخاصة السوق الإفريقية، مشيرا إلى أهمية التعاون المغربي الروسي المستند إلى الشراكة الاستراتيجية التي وقع جلالة الملك محمد السادس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تعتبر قاعدة للانطلاق في مشاريع مهمة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى الشراكة السياسية، مشيرا إلى أن روسيا لها تجربة في الطاقة في المغرب لأنها كانت أول بلد قامت شركتها بإنتاج أول محطة طاقة للكهرباء، وما زالت العلاقة إلى الآن في مجال الصيانة قائمة. افتتحت الشركة الكندية أود إي بي المتخصصة في الإلكترونيات القابلة للطباعة وعلم المواد وحدة صناعية جديدة بالمنطقة الصناعية الحرة بنواصر ميد بارك، خاصة بإنجاز مشاريع مبتكرة في مجال تكنولوجية القطيعة. وستعمل هذه الوحدة التي دشنت يوم الثلاثاء والتي تمتد على مساحة تقدر ب6000 متر مربعة على إنتاج حلول في ميدان تكنولوجية الإلكترونيات القابلة للطباعة من قبيل الإلكترونيات المضمنة في الأسطح الوظيفية والأشرطة الموصلة ودارات التدفئة المطبوعة. وتتوخى الشركة من خلال هذا المشروع الاستجابة للطلب المتنامي على الحلول المتصلة بالأسطح الذكية والوظيفية، لا سيما في قطاعات الطيران والطب والصناعة. وفي كلمة له بالمناسبة أبرز وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي السيد مولاي حفيد العالمي أن هذه الوحدة الصناعية تعتبر أول وحدة تفتتح الشركة خارج أمريكا الشمالية، مؤكدا أن المشروع يدل على قوة جاذبية وجودة منصة صناعة الطيران بالمغرب. وأشار إلى أن المصنع الذي هو جزء من المنظومة الصناعية لشركة بوينغ سيساعد المغرب على الانفتاح على مهن مبتكرة ورائدة عالميا والتموقع على مستوى تخصصات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ومن جهته اعتبر رئيس المدير العام للشركة السيد إريك سانت جاك أن الوحدة الصناعية الجديدة ستتيح دعم استراتيجية تنمية الشركة من خلال الاستجابة لاحتياجات زبناء متعددي الجنسيات يتصدرون الانتقال نحو تكنولوجيات الإلكترونيات القابلة للطباعة. وأضاف أن الموقع الجغرافي لمدينة الدار البيضاء يمكن من اندماج فعال مع الزبناء الذين يشغلون بنيتهم التحتية العملية الرئيسية بأمريكا الشمالية وأوروبا. وقال إن المصنع الجديد يشكل خطوة في اتجاه توسيع نشاط المقاولة على المستوى الدولي لتصبح مركزا عالميا لتصنيع منتجات بجودة عالية، مشيرا إلى أنها تعكس الرؤية الجديدة للشركة التي تعمل منذ 3 سنوات على تدعيم محفظة من حقوق الملكية الخاصة بتكنولوجيات القطيعة في مجال الإلكترونيات القابلة للطباعة بواسطة شراكتها الاستراتيجية مع المجلس الوطني للبحث بكندا. تم التوقيع يوم الأربعاء بسوتشي على اتفاق لبناء مركب للبتروكيماويات بالمغرب بقيمة تصل إلى نحو 2 مليار أورو، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي روسيا إفريقيا. وأفادت شركة ميا إنرجي في بلاغ لها بأن هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى المدير العام للشركة يوسف العلوي ورئيس بنك التنمية الروسية دانييل ألغوليان ونائب رئيس المركز الروسي للتصدير نيكيتا غوساغوف يهم بناء مصفات باستخدام الخبرة وآخر التكنولوجيات الروسية في مجال تكرير وتخزين المنتجات البترولية. وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يندرج هو أيضا في إطار نهج يحترم البيئة ويمكن المملكة من المساهمة في تنظيم إيمو 2020 الذي يتضمن التخفيف من انبعاثات الكبريت والذي وقع عليه المغرب في إطار التزاماته بقمة كوب 22 بمراكش.
وأبرز البلاغ أن الشركة المغربية ستقوم بتطوير وإنجاز المشروع بشراكة مع مختلف الفاعلين الروس في المجال، والذين سيوفرون الخبرة والتكنولوجيات والمعدات الفعالة لتمكين المملكة من تأكيد ريادتها الطاقية بالقارة الإفريقية وعلى المستوى الدولي. وأشار المصدر ذاته إلى أن المصفاة التي ستنجز في إطار هذا المشروع ستتوفر في المرحلة الأولى على طاقة للتكرير تصل إلى 100,000 برميل في اليوم، قبل أن تصل في مرحلة ثانية إلى طاقة تقدر ب 200,000 برميل في اليوم. وأضافت الشركة أن هذا المشروع سيمكن أيضا من خلق العديد من فرص الشغل المباشرة والغير المباشرة خاصة بشمال المملكة، والاستفادة من تجهيزات ميناء نادورة غرب المتوسطة. وافتتحت أشغال منتدى روسيا إفريقيا الاقتصادية المنعقد في إطار قمة روسيا إفريقيا يوم أمس الأربعاء بسوتشي تحت شعار روسيا إفريقيا اكتشاف إمكانية التعاون، خلال جلسة ترأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفة رئيسا للاتحاد الإفريقي والعديد من رؤساء الدول ووزراء ومسؤولين أفارقة.